خبر جيد يا سيدي، أعددنا المنصة في الصحراء. نعم، في الوقت المناسب لدينا جديد. ماذا حدث؟ شيء محزن، أسقط جوردي موزة في آلية التحكم وأحدثت فوضى وانحرف عن مساره ثانية. فوضى الموز؟ أوه لا، وأين اتجه؟ إلى الأودية، إنها مليئة بالصخور ولن يهبط بأمان. لا تقلق، انتهى. حسناً يا جراء، هيا نحرك منصة الهبوط بسرعة. أوه لا، يفترض أن يهبط هنا، لكن لا يوجد مكان كاف للمنصة. حقاً يا رايدر، إنه ضيق. إذا لم يوجد متسع، نرتفع لأعلى. أعلى؟ ماذا سنصنع يا رابل؟ لا وقت للشرح، ثقوا بي واتبعوا إرشاداتي. أولاً علينا تفكيك المنصة القديمة، نحن سنعيد استخدام المواد. لا تفقده واستخدمه. زوما، احفل الدعامات هنا. رايدر وتشيس، ضعوا الدعامات في هذه الحفر. روكي، تعرف عملك. مفك براغي. أرى سفينة جوردي. يجب أن نسرع، كابتن جوردي يعتمد علينا. رابل، نجحت، هذه أروع منصة هبوط على الإطلاق. مزاجة رابل الحلزونية. في الوقت المناسب، ها هو. أياً كان من يحفر فقد ترك مخلفات كثيرة. لا تفقده واستخدمه. إنه الصوت ثانية من هنا. وجدناها. انظروا إلى كل العظام الذهبية، وكلها ستصبح لي. أعني كلها لنا. مواء أقل وتحميل أكثر، هذه العظام سوف تأتي معنا. شيكوليتا، كيف وصلت لأسفل؟ ابقى ساكنة وسأنزل إليك الآن. أوه مرحبا يا شيكوليتا. ماذا؟ رايدر، قاعة المدينة تغرق. ماذا؟ الجهاز يقول إننا أسفل القاعة، سنرى ماذا يحدث. هيا أسرعوا أكثر. هذا صوت العمدة هامدنجر؟ توقف. تريد العظام الذهبية لنفسك، لكنها كلها لي. لا، هذا السقف يخص قاعة المدينة، المبنى بأكمله يغوص لأسفل. قصة محتملة. ربما لتخدعني. أقصى قوة. يجب أن نرفع القاعة. نعم، لكن لماذا؟ أنا لدي فكرة، لكن سأحتاج حفار العمدة هامدنجر والأشياء التي التقطتها. نحن هنا لنساعدك. ونحن هنا أيضاً. رائع، أحتاج العوارض المعدنية. الأخضر يعني هيا بنا. وانتهى. قاعة المدينة تسقط بسرعة. لا مشكلة، فقط سأرفع قاعة المدينة بهذه الرافعة المعاد تصنيعها. ما
احترس يا روكي. أجل. الرافعة رفعتها ولن تصمد طويلا. نحتاج لطريقة لنتأكد أن القاعة ستبقى في أمان. لكن كيف؟ بأعمدة جديدة مصنوعة من شيء أكثر صلابة مثل الذهب الصلب. فكرة رائعة يا روكي. كدسوا العظام حتى تصل إلى السقف بسرعة. أحسنت يا روكي. أعمدتك المعاد تصنيعها أنقذت القاعة. عمدة همدينجر. ريكس، onu hareket etmemesini söyle. Timmy, hareket etme. Sessiz ol Timmy. Timmy'yi çıkartmak için bitkilerin dikkatini başka yöne çekelim. Dinozor ödül bisküvilerinden var. İyi fikir. Teşekkürler Rex Chase. Fırlatıcını doldur oğlum dostum. Timmy, hayır! Çekil! Beylor! Hayır! Bekle! Beni yere indir seni yapışkan şey! Sıkı tutun Taylor Chase. Ödül bisküvilerini bitkiye doğru fırlatıp dikkatini çek. Rex sen de gidip Timmy'yi almalısın. Fırlatıcı! Hey, onlar senin için değil ama. Hareket etme küçük dostum. Timmy, bana doğru sıçra. Umarım bu bitki dino bisküvisi seviyordur. Olamaz. Kayış takımı. Teşekkür ederim Sky. Sayende kurtuldum. Çok iyi köpekçikler. Şimdi yavru dino'yu gözünüzün önünden ayırmamaya çalışın. Ha? Bak Timmy, baban geldi. Sorun yok. Sadece seni kurtarmaya geliyorum dedi. Sanırım bizden kurtarmaktan bahsediyor. Rex, ona yardım etmeye çalıştığımızı söyle. Gürültü içinde beni duyabileceğini sanmıyorum. Sorun yok Timmy. Baban onlardan kurtulacak. Ryder, bitkiler onu kafana kıstırdı. Şimdi de dev bitki onun peşine düştü. Sky, kancanla bitkiyi ondan uzaklaştırmalısın. Anlaşıldı Ryder. Kanca. Çok zor. Bir şey yapmamız gerek. Marshall topu burnunun üstünden nasıl düşürdü hatırladınız mı? Kelebek onu gıdıklamıştı. Evet Ryder, ama bitkilerin gıdıklanabileceğini nereden bileceğiz? Öğrenmenin bir yolu var. Dino pençesi. İşe yaradı. Hadi Rex. رف، المدفع. استعد وأطلق. اجهز، استعد، اطلاق المدفع. أوبس. آسفني يا مارشال. لا بأس، يجب أن تفعل ما عليك فعله. العربة ثلاثة سقطت. عمل فائق يا جراء. الآن هيا ننهي المهمة بسرعة فلنصل للغواصة. انسى أمر المسروقات. أفرغ الذهب على الزورق وهيا نبتعد عن هنا. الزورق ليس قويا بما يكفي. من القرصان هنا؟ افعل. يجب أن نذهب. لا يمكن أن نفقد أي شيء. ها؟ يا له من غش وخداع. إنه طلاء ذهبي. إنها مجرد صخور ملونة بالطلاء. أربي انتظر. أوبس.
ما زال يمكننا الهروب. أنت سوف تبطئنا يا سلطعون. لا زال معي هذا. سأعود، والمرة القادمة سآخذ كل شيء. إنه يهرب، يجب أن نفعل شيئاً. أيها السلطعون اللطيف، وقت العودة للبيت. سنجد مكاناً لنرسو به ونخطط لعودتنا. معذرة أيها الكابتن الرئيس، هل سمعت ذلك؟ سمعت ماذا؟ هذا! يبدو أن القراصنة قد علقوا، لكنهم يبحرون بدون سيطرة. زوما أوقفهم. لكن المفتاح معنا. أين ذهب المفتاح؟ أظن أنك حريص على هذا المفتاح. ماذا الآن أيها الكابتن الرئيس؟ اسبح! كان وشيكاً. أتمنى ألا أضطر لهذا. رايدر، أظن البركان مستعد للانفجار. رفاق، لا نريد أن نكون هنا عندما يحدث ذلك. مستحيل، هيا بنا. أريد من الجميع أن يصعدوا إلى النفق. اتبعوني. طابور واحد، انتبهوا لخطواتكم. احترسوا. لن نصل للنفق، وعربتي صغيرة ولا يمكنها حمل الجميع. كيف سنخرج؟ هل سيسوء الأمر أكثر؟ من فضلك توقف عن قول هذا. ها أنت يا صغيري، في أمان، والدتك ستخرج. يجب أن يكونوا خلفنا، لكن لا أراهم. من سكايلي رايدر. سكاي، نحن لدينا مشكلة. ماذا حدث للمنحدر؟ كيف ستخرجون؟ استعدي، نعمل على هذا. حسناً يا جراء، هيا نكوّم تلك الصخور. سنعيد بناء المنحدر. علم يا سيد رايدر، لا أظن لدينا ما يكفي لنصل. أوه لا، لن ينجحوا في ذلك. لا بركان كبيراً ولا جرو صغيراً. رايدر، استعدوا جميعاً، قادمة لإحضاركم. استعد أيها الصغير. ماذا تعني بأنها قادمة لإحضارنا؟ سكاي، لن تسعنا مروحيتك الصغيرة. من قال شيئاً عن المروحية الصغيرة؟ هذا البركان سينفجر. سوف أقولها. إياك أن تقولها. سوف أقولها. لا تقولها. هل سيسوء الأمر أكثر؟ ما هذا؟ إنها سكاي. من يريد جولة؟ اركبوا. كان هذا مدهشاً. قمت بهبوط حاد. حسناً جميعاً، تمسكوا. إنه قادم. كان هذا إنقاذ مذهل يا سكاي. الجرو يجب أن يقوم بما عليه من عمل. ترى إلى أين ذهبوا؟ هناك طريقة للبحث عنهم. زوما، تشغيل جهاز المسح. أو مسح.
موبي أصبح خلفنا بطريقة ما. يبدو أنه يتجه نحو مدينة الجراء الآن، وأعتقد أنه سيصل قبلنا. سكاي، كيف الحال في مدينة الجراء؟ الكل بخير. جراء البحر على وشك إطلاق الكرات الذهبية للبدء في افتتاح معرض المتحف. مدهش، لكن موبي والحبار العملاق في طريقهما إليكم، لذا احترسوا كثيرا. علم يا رايدر. لا أرى. الحبار هنا يا رايدر، إنه عملاق وسريع. إنهم يطلقون الكرات، رائع. إذا أمسكها الحبار كلها سيفسد الاحتفال الكبير. انظر إلى الكرات الذهبية الجميلة، ألن يكون من الرائع أن تلعب بها؟ الحبار يريد الكرات الذهبية، يجب أن نشتته. أيها الحبار، انظر إلى هنا. زوما، حاول استدراج الحبار العملاق خارج المدينة. لا، يجب أن نأخذ هذه الكرات أيضاً. بنا، يجب أن نوقف الحبار العملاق قبل أن يتأذى أحد، بما في ذلك الحبار. ميكسويدلي، عليك أن تساعدني، هذا الحبار العملاق أخذ ميكسويدلي. لا رايدر، يبدو أن الحبار يحب تلك الكرات. وجدتها يا سكاي، خطرت لي فكرة. مدفع الفقاعات، وأنا سأساعد. رف الأضواء. يحب فرقعة الفقاعات. ميكسويدلي صديقي، عد إلي. رفاق، الكرات تطفو بعيدا. لن أدع هذا يحدث. رف الشبكة. أحسنتم يا رفاق، الآن لنعد هذا الحبار إلى دياره. أليون، هل نلعب لعبة اللمسة؟ مدفع الماء. تصورت أنني تخلصت من الجراء. عوامة، عدنا من أجل لعبة العوامة الرائعة. آليون، ضعوا الجراء في البرج مع الآخرين. الآليون لن يمسكوا بنا. ولن تمسكي بنا بعربتك البطيئة هذه. سأفعل. إليدي، ابقي هنا واحرسي الناقلة، سأذهب وراءهم. خطة رائعة. إليدي تحرس الناقل. أعرف كيف أشتت تركيزها. إليدي، قولي مرحباً بكل اللغات. مرحباً، بونجور، بوينس دياس، غوتن تاغ، هو جامبو. الآن يمكنني الوصول إلى الناقل لوقف شحنه. ميفك. روكي، أعد الأبنية ثم اذهب إلى الواجهة البحرية. الكلب الآلي، في الوقت المناسب عد بالمواطنين إلى البلدة. سأضع الناقلة في الوضع العكسي. كماشة. آه!
هذه الجراء. علي بناء مدينة أحلامي. هناك من يستخدم الناقلة. لا، لقد عادت الأبنية. خطتي لقاضي كوف ستفشل. هيا ابتعد عن الناقل. كونيتشوا، ألوها، بريفيت. إليدي، توقفي الآن. أكملي شحن الناقل كي أرسلهم جميعاً إلى القمر. هذا فقط؟ هذا لن يرسلهم إلى القمر. علي أن أكسب الوقت بالتخلص من الأبنية بنفسي. إليدي، أحضري الآليين من فريق التدمير. لدينا مشكلة كبيرة يا جراء، عودوا إلى البلدة. حسناً أيها الجراء، سنستدرج ليدي بيرد للخارج باستخدام أكبر تمثال حجماً وبريقاً، ونعيد تمثال لوبو الذهبية سالماً. حقاً، خطة مدهشة ورائعة، ولكن ليس لدينا التمثال البراق. سيكون، وسترين عندما نطير إلى الصحراء في النفاثة. حسناً يا رايدر، لكن كيف ستعرف ليدي بيرد بشأن التمثال؟ هذا هو دور تاك. هل يمكنك التسلل خلال ثقب الباب؟ قوي وصغير، سأبذل جهدي. رائع، ها هي بقية الخطة. لامع، لكنك لا تنبح. كيف وصلت هنا؟ ليدي بير، لقد جئت لأستعيد تمثال لوبو الذهبي. أبداً، إنه أفضل صديق لي. تماثيل، أوقفوه. حسناً، يمكنك أن تنسي أمر التمثال العملاق اللامع الذي وجدناه في الصحراء. أمسكوا هذا الجرو. ماذا؟ وجدتم تمثالاً عملاقاً لامعاً في الصحراء؟ لا، لا يفترض أن أقول عنه أي شيء مطلقاً. لكنك فعلت. أبقوه هنا بينما أبحث عن هذا التمثال. انسوا أمر الجرو وافتحوا الباب. استعد يا رايدر، خطتنا تسير جيداً. ما مدى صعوبة العثور على تمثال عملاق مليء بالجواهر؟ إنه عملاق ولامع جداً، وسيصبح ملكي. أحمل التمثال لمخبأي في المتحف. أمسكتك يا ليدي بير. ماذا؟ أنت لست تمثالاً؟ لا، أنا جرو خارق. وتمثال لوبو الذهبي ليس لك. لن تمسك ليدي بيرد أبداً. ألا مستعدة؟ وقت التفكير والتحرك. ماذا؟ سآخذ هذا. لا، تمثالي الذهبي يمنحني قوتي الخارقة. جيس، أنقذ ليدي بيرد وتك. شبكة الطاقة. كان هذا وشيكاً. كان هذا وشيكاً. شكراً. تماثيل، دافعوا عني، أمسكوهم. تماثيل، صحيح، ليدي بيرد ستعود. يبدو أن المرصد يتجه إلى مزرعة آل. إذا اخترقنا المرعى ربما نصل أولاً. أمسكوا قبعاتكم يا جراء، ربما يكون الطريق وعراً. يومي، لقد حصلنا على صغار جدد. متشوقة لرؤية هؤلاء الصغار. لطيف جداً. يمكنني مشاهدة الصغار طوال الليل. أليس علينا أن نرى المذنب؟ الأفضل أن نذهب إلى جبل جاك إذا أردنا أن نلقي نظرة على المنظار. مزارع آل، مزارعة يوني. أهناك شيء يا رايدر؟ لقد كنا على وشك الذهاب إلى المرصد.
الحقيقة المرصد على وشكي أن يأتي إلى هنا ويتجه إلى الحظيرة. الجميع ابتعدوا عن الطريق بسرعة، والحيوانات أيضا. لدينا حيوانات حديثة الولادة. حيوانات صغيرة؟ ولا يمكن نقلهم. إذا لم ننقل الصغار سيكون علينا حماية الحظيرة. لكن يا رايدر، نفدت العوارض، لا يمكنني صنع منحنى آخر. مزارع آل، هل يوجد شيء يمكننا إعادة استخدامه؟ لا شيء، وكنت أفكر في هدم هذا الكوخ المتهالك. النجدة! هذا صوت همدنجر والقطط. وجدتها، سقف الكوخ سيصنع منحدرة، وعلينا التخلص مما تحته. هيا نفعل هذا. حسناً جميعاً، تراجعوا، حان وقت كرة الهدم الفائقة السرعة. رابل، ها هو قادم. أخيرا توقفنا عن الحركة، نحن أحرار. مهلا. توخى الحذر. أعرف أين نذهب، لكن سأجد الجراء. الشاحنة الكبيرة تنتظر. تشيس، استخدم مكبر الصوت وأخبرهم أننا في الطريق. رف، إطلاق مكبر الصوت. لوك ستارز، آل، أصفودا هناك. أوه جيد، دورية المخلب هنا. يومي وغاربي، سنخرجكما، فقط انتظرا. حسناً. سكاي، أريدك أن تخفضي مخلب الإمساك وتثبتيه في شاحنة يومي. حسناً يا رايدر، سأخفضه الآن. مخلب الإمساك، أمسكتك يا مزارع يومي. هيا انطلقي. إنه وقت تسلم الشاحنة. أوه، تشبث يا غاربي. هل هذا وقت سيء لطلب تذكرة لحفلتك؟ عمل جيد يا آل. تشيس، استخدم طائرتك لنقل آل إلى الكابينة. رف، تثبيت الشاحنة الكبيرة. رف، الطائرة. حسناً يا سكاي، هيا نعطي دفعة لشاحنة آل. سأحتاج لبعض المساعدة. سوف أسقطون في الهاوية. لن يحدث في وجودي. هيا، سوف نفعلها. لوك، لم يكن لديه حتى تذكرة واحدة بعد كل ما فعلته. مهلا، هذه قبعتي. تشعر الآن بتحسن؟ نجح الأمر. استمر في الرفرفة. الخوف يمنعه من الطيران. يحتاج للقليل من الإلهام. سكاي، هذا الجرو يجب أن يطير. ريكس، شخص ما يحتاج إلى القليل من الكلام. يا صاحبي، أنت متوتر. سكاي سوف تساعدك على العودة إلى السحب الناعمة، اتفقنا؟ هيا يا مافريك، يمكنك هذا، سأكون رفيقتك. رائع، يمكنك هذا يا صاحبي. الزاحف المجنح يجب أن يطير.
خرج عن السيطرة. سكاي، هل عرفت المشكلة؟ قناع، يوجد فرع في دعامة جناحه. والآن دعامة جناحه مكسورة، يجب أن نصلحها. سنفعل. سكاي، التقطي روكي. علم هذا. روكي، عليك تثبيت دعامة الجناح. حان وقت إنقاذ الديناصور في الجو. أنا مستعد يا سكاي. خطف. واو، هذا هو شعور أن تكون زاحفاً مجنحاً. حسناً، قربيني بلطف وهدوء يا سكاي. تماسك يا روكي. شجرة. شكراً أيها الضخم. حسناً، سأقترب. مفك. بثبات ولطف فعلتها. تبقى اثنان. روكي، الأفضل أن تسرع، نحن أمامنا تيركس غاضب. تيركس؟ هيا يا روكي، يمكنك هذا. تم الإصلاح، اسحبي اسحبي. تشيس يتولى المهمة. رف، الرافعة. رف، الرافعة، سحب. يمكنني تدمير المبنى بكرة التدمير. حسناً، علي فقط الاقتراب أكثر. علينا تضخيم الحجم. يا صديقي، ماذا الآن؟ لا زال لدي الرافعة. أحتاج إلى بعض المساعدة. تاك، ليبرتي. هيا يا تاك، هيا نثر بعض المتاعب. هذا ما أفضله. الإنقاذ هو اسمي الثاني. كودي، هيا تحرك تحرك. حسنا، سأحركه من أجلك. رائع. أوه، لا أصدق، لقد تم شحنه بالكامل وسنذهب إلى القمر. لنرى قوة فريق القطة الآن. ضربة ذيل. الأسد. أسفة على النبأ الحزين يا كودي، لكن خطتك للتدمير قد فشلت. فقاعة. أوقفنا آلة التدمير يا جراء، لكن علينا مساعدة كودي الآن. تم شحن الناقل بنجاح، يمكنك نقل أهل البلدة إلى القمر الآن. رائع، إذا لم أحصل على خليجي المغامرة لن يفعل أحد. كف عن اللف. لقد نقلنا الناقل بنجاح إلى القمر.
إلي دي، أحضري تصميماتي لبناء سفينة فضاء. لم يتخلص خليج المغامرة من كودي جيزمودي بعد. من هو ذلك المتزلج الغامض في المصعد؟ هذا ليس متزلجاً، هذا دب. سكاي، أنزليه قبل أن يسقط. سأنزله يا رايدر. الشاحنة الكبيرة تنتشر. خطف! أمسكتك يا صديقي الكبير. رايدر، رايدر، هل تسمعني؟ إنه وعر وجليدين. إيقاف هذا المنزل لن يكون سهلاً. أنت لها يا آل، أنت أفضل سائق شاحنة جليدية أعرفه. كدت أصل إليه، فقط اجلس. أجلس بثبات. تعال هنا وجرب. هل هذا سهل عليك؟ مرحباً يا رايدر، وصلنا إلى الشاطئ، كيف تجري الأمور؟ بخير. هل هذه قفزة تزلج؟ هل قلت قفزة تزلج؟ سأعاود الاتصال بك يا جاك. بعد هذه الإجازة سأحتاج إلى إجازة أخرى. لا، سيتم تحطيم المنزل إلى قطع صغيرة. آل، حاول أن تمسك به. وقت الأرقام القياسية، مما يعني انطلق بسرعة. أنا في موقع سيء أظن. حظ جيد. أمسكته. ماذا؟ لما لا تحيونني؟ كنت أنا من قام بتمزيق الجبل في منزل على الجليد. كيف سنعيد منزل جاك إلى أعلى الجبل؟ سيحتاج المنزل إلى أكثر من شخص لإعادته لأعلى. إذن هيا نعده كفريق. السرعة تنقل ببطء. أسلوب شاحنة الجليد، ركز على التوجيه وسوف نعيده لأعلى. الشاحنة تهتز. روكي، مدفأة حريق. زوما، خرطوم، سأبرد القمة. عربة مدفع الماء. أحسنتم يا جراء، لكن يجب أن نوقف الوحش وتنقذوا صغيرة تشيكي. هيا بنا. رايدر، يمكننا اللحاق بالوحش، لكن كيف سنوقفه؟ سيكون علينا أن نغلقه ثم نصلحه. روكي، هل الهوائي معك؟ تعرفني يا رايدر، أحتفظ بالأشياء. سكاي، ماذا يحدث؟ أرى دخاناً ثانية، وأرى الوحش أيضاً. أين هو؟ بجوار البرج. دورية المخلب لنقطة المراقبة بسرعة. تمسكي يا تشيكليتا. تشيكليتا، ماذا عن من السهل قول هذا. النجدة، أوقف هذه الجولة، أريد النزول. النجدة، كوني شجاعة أكثر. يجب علينا أن نوقف هذا الوحش لكي ننقذ تشيكليتا وهامدينجر. خطة جيدة. حسناً، سأقترب أكثر. رابل، عليك أن تستخدم المخلب لأخذ العمدة. يمكنني هذا. انتبه للملابس. سيطلق كرة نارية أخرى. الآن لننقذ تشيكليتا. زوما، روكي، تعاليا معي.
مكسورتي تصل لأعلى، لكن سأزحف على رأس الوحش وأنتما تحكما في عربة الإطفاء. النوافذ إلى أسفل، تماسك يا تشكليتا. بسرعة يا مارشل سينفجر. واو واو واو، يصعب البقاء ثابتا. تشكليتا اقفزي. رائع. أوه، الآن موجه إلينا. استعدوا يا جراء، رشاشات وخراطيم بسرعة. الخراطيم لأعلى، ستعمل. الآن إمالة لليسار، إلى اليسار. هذا هو، أبقى ساكنا. أبذلوا جهودكم يا جراء. اجهزوا، استعدوا و... حسناً، لقد حجزناه. أيها المشعر الكبير، أرجوك اترك روكي. أوه لا، لم أرى أبداً قرداً بهذا الحجم الكبير. أريد التقاط مجموعة صور لهذه النوعية. أوه سخيف. رايدر، القرد الكبير في نقطة المراقبة، يأخذ روكي إلى السطح. حسناً، المزيد من الحك. تشيس، اطمئن على روكي بالمكبر. تشيس يتولى المهمة. راو، مكبر الصوت. كيف حالك يا روكي؟ أنا بخير، لكنني تعبت جداً من الحرك. سكاي، المشعر الكبير قريباً من الحافة، اجعليه يتراجع بطوافتك. علم. تراجع أيها القرد الكبير. تراجع، تراجع، تراجع. زوما، لدي فكرة، حرك المنظار لأعلى وللأسفل. حسناً، أنا سأغوص أعلى أسفل ثانية. نعم. تراكر، استخدم أسلاكك. وف، أسلاك. أهلاً روكي، تمسك واستمتع بالجولة. عمل رائع يا تراكر. إذن يا روكي، أمستعد لصنع آلة جديدة لحك الظهر؟ لو هذا يعني ألا أحكه ثانية فبالتأكيد. زوما، أوقف تحريك المنظار. سكاي، حان وقت إنزال المشعر. من هنا تماماً، محمل بالطعام ومستعد ليعيدك للبيت. يريد مجدداً. سأهتم به. صنعت هذا لتتذكرني به. على الرحب أيها المشعر. حسناً أيها الألي، هو مستعد للعودة. وتذكر، كل ما احتجت للحكرة فقط أوجا أوجا للمساعدة. النجدة. سكاي، أنزلي حبلك، لكن كوني حذرة جداً حتى لا تدفعي الأرنب. سكاي، أسرعي، الشمس تذيب الشوكولاتة. تشيس، اذهب لأسفل الوادي وجهز شبكتك. لك هذا. ماذا يحدث؟ أو لا، كنت أمسك به. رف، الشبكة. رايدر، الأرنب ساقط. الآن لدينا أرنب عائم. النجدة، النجدة. تماسك يا عمدة، نحن قادمون. تشيس، سكاي، ابقيا مع الأرنب. زوما، نحتاج إلى عوامتك. هيا لنغوص. العمدة المغطى بالحلوى أمامنا.
سمعت عن شوكولاتة تطفو من قبل، لكن ليس هكذا. زوما، استخدم عوامتك لإمساك الأرنب وسحبه إلى الشاطئ. حالا. لا، ابتعد. لا. أو عوامة. أخطأت. جراء يتجه ناحية الخليج، لنبقى معه إلى الرصيف. أوه لا، يجب أن ننقذ العمدة هامدينجر قبل أن يصطدم بالصخور. سكاي، حاولي إبعادها. حسناً، وقت بعض القوة الدوارة. أحسنت يا سكاي. سكاي، ماذا تفعلين؟ عودي من أجلي. علينا إيصال الأرنب إلى الشاطئ. رايدر، لدينا مشكلة. أوه نعم، هذه الدلافين تبدو قريبة جداً. زوما، اسحب الأرنب إلى الشاطئ وبسرعة. رايدر، إذا قدم الدولفين فتحة في الأرنب سوف يغرق. زوما، خطة جديدة، أنقذ العمدة بعوامتك. أوه عوامة. ماذا يحدث؟ سأغرق. عمدة هامدينجر، أمسك العوامة. دوري يا صاحبي. أحسنتم يا جراء، حركوا هذه الديناصورات لتعبر. رابل، يجب أن نبتعد عن هنا. الخندق جاهز، هيا بنا. أخاف أن أنظر، هل نجح؟ انظر بنفسك. نعم، نجحنا. واو، هذا البركان لا يتوقف. هذا ليس البركان، إنه تيركس في مشكلة، إنه عالق. لكن هذا ديناصور ضخم، سنحتاج إلى شيء كبير جدا لإنقاذه. أحضر دورية الديناصورات يا ألي. ريكس، ساعدني لجعله يركب. هيا ننفذ المهمة. رابل، أحتاج مساعدتك للعبور. رابل يأتي مسرعا. ها هو ذا. رايدر، دورية الديناصورات لن تمر خلال الحمم. لا، لا يمكنها المرور خلالها، لكن المرور فوقها. رابل، ادفع الكتل الصخرية لهناك. وضعت الصخور، هيا إليها. هيا نخرجه من هنا. ماذا يقول يا ريكس؟ لا تريد أن تعرف. أوه، اتبعني لدورية الديناصورات، سوف تكون بخير. جسرنا الصخري اختفى. كيف سنعبر الآن؟ هل ترى الصخور؟ لنستخدمها كمنحدر إطلاق ونأخذ دفعة كبيرة. انتظر، هل تعني أننا سنقفز فوق الخندق؟ نعم، الكلب الآلي، انطلق. تماسك أيها الضخم. لماذا يجب أن تكون هناك منحدرات؟ اتبعني أسرع، هيا. حسناً، هل يجب علينا أن نركض؟ لدي فكرة أفضل، نختبئ هنا. عمدة هامدينجر، أين ذهبت؟ أي، من الأفضل أن أجده بسرعة.
أوه، ابقى ساكنا تماما. ابتعد ابتعد، هذا هو مخبئي. أوه، لم يعد مكانا للاختباء. عمدة هامدنجر، اخرج من الطائرة، هيا اهرب. اهرب؟ ها، العمدة لا يهرب الا اذا كان خائفا. أوه لا، يجب الاتصال برايدر. ما الأمر يا تراكر؟ المشعر الكبير وضع العمدة في طائرة وأخشى أن يرميها مثل اللعبة. سنكون هناك يا تراكر. سكاي، تشيس، حان دوركما. هذا الجرو يجب أن يطير. تشيس يتولى المهمة. لا، لا يمكن أن يحدث هذا. حسنا، هذا يحدث. حسناً يا سكاي، أريد منك أن تحلقي بجانب الطائرة وتخفضي حزامك أمام بابها الجانبي. حسناً. عمدة هامدنجر، أمسك الحزام. لا أستطيع الوصول، قربيها أكثر. تشيس، ابقى تحته واستعد لإطلاق شبكتك في حالة سقوطه. أنا لها. أو لن أخذلك يا رايدر. أسرع يا عمدة هامدنجر، الطائرة ستصطدم بالشجرة. فعلتيها، أنقذتيني. الآن ضعيني في الأسفل. انظروا إليه، كرد مسكين. إنه حقا يفتقد دميته. أنا سعيد جدا لرؤيتكم يا قطط الصغيرة. أفضل بكثير. الآن دعونا نخرج من هذه الغابة قبل أن يجدني هذا القرد. ما يريده المشعر هو دميته المفقودة. هيا نصنع له دمية يا رايدر. مهلا مهلا، ماذا تفعل؟ نصنع دمية تشبهك. فكرة رائعة يا روكي. ها هي الرأس. سريعاً، القبعة. ها هي، خذها. فقط أبعد هذا القرد عني. لا أحد يقدم جد جدي جدي جدي، أتفهم؟ سكليتا؟ ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ عوامة. هذا رقم ثلاثة. هذا الديناصور سريع. أيها المشاكس. الديناصورات كمعداتي، لكن أكبر ولها أقدام. نجاح. يسعدني أن أساعد أيتها الأم. كلما كنت في مشكلة فقط أطلبي المساعدة. حسناً يا روكي، وقت توصيل الموكب. إلى الغابة بأمان. حاذف النقانق. يا
هذه الصغار ستصبح أكبر وأكثر جوعاً سريعاً. مارشل، سكاي، مستعدان؟ نعم، لكن أنت واثق أن الزواحف المجنحة ستتبعني؟ أكيد، أنت فرد من العائلة، وأيضاً هم يحبون السمك. ياه، أتمنى لو أتحمل. سأحلق في السماء. الوداع يا صغار، هل ستذهبون أيضاً يا رفاق؟ سيكونون أسعد في الغابة. الوداع. أطالب بالقلعة لملككم الجديد. دوق لابيكتن، لذا ابتعدوا وإلا تشمتم. كما قالت سكاي، المارشميلو الأزرق يجعل سباركس ينفث الجليد. هيا يا جراء، يجب أن نأخذ هذا المارشميلو من كلو. ها هم قادمون. هيا يا سباركس. بسرعة يا رابل، حطم الجليد بكرة التحطيم. يا رابل يأتي مسرعا. عد يا صاحبي. مارشل فلتجهز رمح الماء. وو، رمح الماء. مارشل الآن. وو، دورك يا زوما. زوما اقفز على الجدار. حالا. شدت انتباهه. عوامة. أو لا، المارشميلو. رف، شبكة التنين. إمساك جيد يا تشيس. طالما معنا هذا المارشميلو، سباكس لن يجمد شيئا. المارشميلو. هذا ليس جيدا. ماذا ستفعل الآن؟ سباركس أكل المارشميلو والآن يجمد كل شيء. إذا كان المارشميلو الأزرق يجعله ينفث الجليد، إذا تناول شيء آخر يجعله ينفث النار ثانية. ماذا عن كرات اللحم؟ حارة جدا. فكرة جيدة، لكنها داخل القلعة. كيف سنتخلص من كل هذا الجليد؟ اطمئن، يمكننا إصلاح هذا. تنين صغير. يا لكم من لطيفين. يريدان إذابة الجليد. حقاً؟ كيف تعرفين؟ هذا سكورتش. أهلاً سكورتش. وهذا جيد. أهلاً جيد. روبي، فليم، دريكو. أهلاً فليم. أهلاً دريكو. وبليزي. أهلاً بليزي. حسناً أيها الجراء والتنانين، لنتعاون لنذيب الجليد ونطعم كرة اللحم لسباركس. أشياء حارة قادمة. اهتم بهذا يا رابل. أو منجنيق. أطلق كرة اللحم. يا فتى، هذا حار حار. نجحت. الآن سباركس ينفث النار ثانية. حسناً، هل استوليت على قلعتي يا كلو؟ وقت إذابة الجليد. تشيس يتولى المهمة، نقل البط إلى مكان آمن. رف الطائرة. حسناً يا تشيس، طائرتك على وشك الوصول. رف، تفعيل ذراع المخلب. لا بأس أيها البط، لنذهب في جولة. أحسنت يا تشيس. أين تشيكليت الغالية؟ يا عمدة، احذري. هذا أفضل، لكن هذا أسوأ بكثير. أو لا،
خليج المغامرة العزيز. تشيس، استخدم شاحنتك للحاق بالعمدة وإنقاذها حالاً. رابل، تسابق أمام النهر واحفر قناة بمجرفتك. أنا لها، سأبقي الماء بعيداً عن خليج المغامرة. لا يزال لدينا حفرة لإصلاحها ومياه لإيقافها. سأحصل على قطعة الخرسانة التي انفجرت. عظيم يا آل، سنعيد كل شيء إلى مكانه الآن. لدي دفعات من الخرسانة يا رايدر. كل ما نحتاجه هو تلك القطعة لإعادتها في مكانها. حصلت عليها يا رايدر. شكرا لك يا آل، أريدك أن تدفع تلك القطعة ثانية ولتتأكد من أنها مصطفة بشكل صحيح. هيا بنا، أنا جاهز لإصلاح السد. في مكانها بالضبط، فعلتها يا آل. ضغط الماء يحاول دفعها للخارج، سأستخدم كل قوتي للحفاظ عليها. مارشل، إنه دورك الآن. واو، بخاخ الخرسانة. لست متأكداً أنه سيصمد. سوف يصمد يا آل، لا تقلق. إنه صامد، فعلتها. طريقة لإنجاز المهمة يا جراء الشاحنات. انتظري يا عمدة، سوف أخرجك من هناك. شكراً لوجودك هنا يا تشيس. رف، الرافعة. العمدة بأمان يا رايدر، لكن المياه لا تزال تتجه نحو المدينة. لن أتركه هكذا. سيؤدي هذا الخندق إلى توجيه المياه بعيداً عن بلدتنا. أحسنتم يا جراء. شوكوليتا، هيا نذهب. شوكوليتا، لا. بادي، كيف يمكنك؟ بعد كل الماء وأشعة الشمس التي منحتها لك، أحتاج النجدة. هذا النبات المشاغب أكل دجاجة المسكينة. اطمئني يا تشيكليتا، أنا هنا. لقد عرفت أي نوع من النباتات، إنه باغام لافاس. باغام ماذا؟ باغام لافاس، هذه النباتات تأكل الحشرات التي توجد على الجانب الآخر من المستنقع. أوه، هناك تنمو النباتات مثل بادي طبيعياً. صحيح، أخطأنا زراعته على هذا الجانب. التربة غنية جداً، لكن لو لم يأكل بعض الحشرات سيمرض. إذن لو أحضرنا بعض الحشرات من أجل بادي، سيفتح كي يأكلها ويحرر تشيكليتا. زوما، أحتاج إلى حوامتك كي تعبر المستنقع وتحضر بعض الحشرات من أجل بادي. هيا لنغوص. تبدو خطة جيدة يا رايدر، لكن كيف سيحضر زوما الحشرات إلى هنا؟ مؤكد طعام الجراء اللذيذ سينجح. نعم. وقت صيد الحشرات. حظا طيبا. اطمئني يا عزيزتي المحاصرة داخل الزهرة، النجدة في الطريق. بعد أن يعود زوما بتلك الحشرات ونخرج تشيكليتا، سننقل بادي إلى حيث ينتمي. رابل، أحتاج حفارك كي نخرج بادي. رابل يأتي مسرعا. ها هو، اتبعوا طعام الجراء. أمسكت مجموعة كبيرة من الحشرات يا زوما. حسنا يا تشيس، نحتاج القاذف لإطلاق هذه الحشرات لأعلى. رو، المدفع. تزعجني الحشرات يا رايدر، هل نبدأ بسرعة؟ مؤكد، أطلق الآن. رو، إطلاق. يا تشيكليتا، دجاجتي الشجاعة الصغيرة.
حسناً، مستعد للنزهة؟ أحسنت يا رابل. حسناً جميعاً، حان وقت أخذ بادي لبيته الجديد على الجانب الآخر. روكي، استخدم مخلبك لتحرير داني. الأخضر يعني انطلق. رابل، اهبط بالمظلة وسأنزل الكابل. رابل يأتي مسرعاً. حسناً يا جراء، هيا هيا هيا. مظلة رائعة. شكراً. واو، كماشة. نعم. أهلاً يا رفاق، فكرت أن أمر بكما. المحطة التالية المروحية الفائقة. الآن هذا ما أسميه تسلقاً. وهو، هذا رائع جداً. رابل، هل رأيت تشيكليتا؟ لا، ليس بعد. أوه، لو أحضرت متعقب الدجاجة. أوه، لا، الطوف يتحرك. تماسكي يا عمدة سكاي، طوف العمدة جودوي ينزلق. أنا في الطريق. مرحباً. مارشل، زوما، أريدكما أن تسحب العمدة إلى المنصة. انزلق، أرجوكم أسرعوا. تمكنت من هذا. لم أتمكن منه. زوما، أطلق عوامتك. فكرة جيدة. عوامة. أمسك. أحسنتم يا جراء، يتبقى متسلق أو نقول دجاجة واحدة. علينا أن نجد تشيكليتا. رأيتها؟ ليس بعد، وهذا الجبل ضخم جداً، قد تكون في أي مكان. استخدم قناع الرؤية. الرؤية الحرارية. لدي أثر حراري. الحقيقة ثلاثة بالأسفل. شيكليتا وعنزة صغيرة ووالدة العنزة أيضاً. رايدر، إذا أخذت الأم سأحضر الصغيرة وشيكليتا. لك هذا يا سكاي. تماسك يا عنزة، أمسكتك. وقت وضع المروحية على الطيار الآلي. يجب أن نمنع لي
إيدي بيرد من أن تدق الجرس. لا يمكننا الاقتراب منها مع الرياح. لدي خطة، فقط نحتاج أن يكون التاك في السماء. هل يحتاجوني أحد؟ سكاي، في الوقت المناسب نريدك أن تأخذي تاك إلى الجرس. تاك، أيمكنك دخول الجرس دون أن يراك أحد؟ قوي وصغير، سأبذل ما أستطيع. سأدق وأدق وسوف أدمر مدينتكم بأكملها. بسرعة، برج الجرس بطريقة الجراء القوية. وقت صنع الموجة. شكرا يا زومة. هيا نبتعد يا مساعدتي من هنا. أوه، لن تفعلي. لامع. لا. لا، الجرس أمسكتك. جارون سيء. تشيس المقطورة. شبكة الطاقة. الباب عالق. سيكونون في أمان هنا. أريد أن أفتحه. إنها قطة لطيفة. حصل على النمور خلفه. يا قطط، لدي أصدقاء لكم. قطتي. ارجعي. يمكنني إيقافه بالشبكة. يا قطة. جيس، اتبع العمدة. من طلب الأمر؟ احترس. روكي، تعال لمطعم سيد بورتر. أحسنت يا روكي، لابد أن النمور ستشعر بالراحة في الداخل. حتى القطط الكبيرة تحتاج لقيلولة. أعجب يا رايدر، العمدة العملاق يتجه للجبال. أنا في الطريق يا تشيس. قطتي، قطتي. عمدة همدنجر، توقف. سأمسكه بشبكتي. سأمسك القطة، سأمسك القطة. عمدة همدنجر، لا يمكنني مساعدتك هكذا. ماذا حدث؟ ما هذا؟ نمر. النجدة. يمكنني إمساك أحدهما يا رايدر. ماذا أفعل؟ بينما أطلب الدعم، ضع شبكتك أسفل الشجرة كشبكة أمان حتى تلتقطهما إذا سقطا. فكرة رائعة يا رايدر. شبكة الطاقة. سكاي، نحتاج مساعدتك في وادي الجبل. الجر القوي سيذهب في دورة. حاول أن تبقى ساكنا يا عمدة، المساعدة في الطريق. على الأقل أحدهما هادئ. دواجة قوة خارقة. أنا أولا. سكاي، فلتعيد النمر إلى القطار قبل أن يبتعد. علم يا رايدر. نمر طائر. هل أخرجت يدك من حسائي من فضلك؟ فقط بمجرد أن أخرج هاتف الغارق.
انظر، ها هي دورية المخلب. مرحبا كابتن توربوت، لقد وجدنا عددا من راكبيك. مرحبا بعودتكم يا عمدة، شكرا يا دورية المخلب. على الرحب، ولا أثر لي. وحش المستنقع. أوه، كائن المستنقع ما زال يلاحقنا. ليهدأ الجميع، هذا ليس وحشاً، إنها سمكة السلور. ها؟ إنها سمكة ضخمة جداً، لكنها تبدو حزينة وبائسة. لابد أنها جاءت خلال ارتفاع المد عندما كان الماء أعلى، لكن الآن الماء منخفض وهي عالقة. لا تقلقي مطلقاً، سنعيدك للمحيط. في الحال، طوف الإنقاذ. كيف سنضع السمكة على الطوف؟ يمكن جذبها بطعام لذيذ. لكن الحبار المجفف نافذ. لذيذ؟ جرب طبقاً من حساء اللذيذ. هيا أيتها السمكة. بالهناء والشفاء. هوهو، أخيراً شخص يقدر طبخي، أنا سعيد. أوه، المد ينحصر والماء ينخفض أكثر، فلنسرع. سكاي، تقدمي وعثري على أسرع طريق للخروج. عالم، طيران المستنقع. زوما، أرى طريقاً مختصراً، لكنه ضيق جداً. يجب أن نوصل السمكة للمحيط، لذا فلنجرب. أبقيها ثابتة يا زوما. لا تقلق يا رايدر. ها؟ أوه لا، ماذا الآن؟ توقفنا فجأة، زوما تعلقنا. لا يوجد شيء لا يصلحه المزيد من الطاقة. أو قوارب صغيرة. الفلندر علقت في الأفرع. روكي، استخدم مخلب الإمساك لتحريكها. واو، مخلب الإمساك. كابتن توربت، ثبت قواربنا إلى سفينتك وسنسحبك. واو، عوامة. أمسكتها. روكي، مستعد. الآن واحد، اثنان، ثلاثة. الجسر يتشقق. ألا يرى التشقق؟ يجب تحذير الجميع للابتعاد عن الجسر. البوق السخيف لا يجذب انتباه أحد. آل، أخبر الجميع بالنزول من الجسر، هناك تشقق تحته. حسناً يا رابل، رجاءً ابتعدوا جميعاً عن الجسر بأسرع ما يمكن. هونغ، هذا الصوت، إنه حوت. من المحتمل أن يكون هنا للمساعدة، الحيتان رائعة جداً. هل تسمع يا جاربي؟ أعتقد أنه حوت. أجل، لكن ما هو ليس رائعاً؟ هذا شاحنة المزارع آل على وشك السقوط. شكراً على التحذير يا رابل. ونحن بحاجة لإبعاد هذا الحوت. يا صديقي، أخرج، إنه ليس آمناً. سبح بعيداً. ليس بهذه السرعة يا حوت، أحتاج إلى صورة. قام العمدة هامدينجر بإعادته تحت الجسر. نحن بحاجة لإنقاذ المزارع آل. سكاي، نحتاجك عند الجسر للإنقاذ. بالطبع يا رايدر. حسناً، الجميع يتعانقون بشدة، تعالوا أقرب، أنتم خارج الصورة الآن، الجميع معاً ابتسموا. عمدة هامدينجر، تحرك، إنه ليس آمناً. سوف
سوف يسحقون إلا لو ساعدتهم. واو، أنقذتهم. مدهش يا آل. أوه يا جراء، هناك قطعة أخرى ستقع. أنا مشغول، لا يمكننا المشاهدة. العمدة هاندنجر، السيد حوت، اخرج من هناك، أنتما في خطر. خطر؟ عندما يكون شخص في خطر نطلق البوق لإنقاذ اليوم. تشيس، أحتاج مكبر الصوت. رف، إطلاق مكبر الصوت. سأطلق البوق بقوة. الجراء الأقوياء، آلي هارولد يطير بسرعة إلى نقطة المراقبة، ولنهزمه علينا أن نصل إلى أقصى قوة. مستعدة. سكاي، حاولي أن تبطئيه بقوة الطقس القصوى. اقترب أكثر يا هارولد. لا يمكنك إيقافي. أحسنت يا سكاي. روكي، استخدم الأشعة السينية لتعطيل قوة الدفع. لهذا السبب استعد أن تنقل عن بعد. تشيس، استخدم نباح الموجات الصوتية. كيف حصلوا على كل تلك القوى؟ أعني مجرد قوى خارقة جديدة. يجب أن أخرج. مارشل، حان وقت القوة القصوى. هاي، أنا لا أرى. أين زر ماسح الزجاج؟ إن مارشل يبطئه. الآلي يستمد طاقته من قطعة نيزك في حقيبته. الآن فرصتنا أن نخرجها ونغلقه. اجعلوا مركباتكم مستعدة. مركباتكم تتوقف هنا يا جراء. المحطة التالية هارولد فيل. أمسكتك. الآن هيا نوقف هذا الآلي. العمدة هارولد في مدينته ولا أثر لأي جاروب. سأنقل هذه الجراء إلى القطب الشمالي. كان وشيكا. رابل، حان الوقت لهزيمة هذا الآلي. وقت التدمير والانطلاق. أمسكته. ليس عدلا. هارولد فيل كانت ستصبح أقوى مدينة. أظن أنها لي ابن أخي الذي لم يعد عمدة. هيا يا قطط، هيا ننطلق لخطف القبعات. تشيس، هل هذه عربة الخردة؟ هيا نأخذ زاوية أفضل ونرى. رف، أعلى. هيا بالتأكيد. رف، مكبر الصوت. انتباه يا سائق الخردة، أريدك أن تتوقف من فضلك. تتحرك بسرعة خطيرة. أيا كان من يقود فهو لا يستمع إذا كان يقودها أحد. سكاي، انظري عن قرب لتعرفي من يقود هذا الشيء. عالم، أقترب الآن. نظارات. شيء يتحرك، له عينان ومنقار. يبدو أن نعامة تقود كومة الخردة. لابد أنه أوسكار. بهذا تستمر في الحركة. عائلة وينجنت ستسعد بعثورنا على أوسكار. هذه أخبار رائعة، لكن علينا إيقاف تلك العربة وإخراج أوسكار قبل أن يصطدم بشيء ما. صحيح يا رايدر. سكاي، إلى أين يذهب أوسكار؟ يتجه إلى المدينة. إذن سأغلق الطريق لإبقائه بعيداً عن السائقين.
شكراً. رف الأقماع. يجب أن يبقى الطريق خالياً. كيف سوف نوقفها؟ أولي، هذا لا يبدو جيداً. تشيس، يوجد بطة أم وصغارها في طريق أوسكار. شكراً على إخباري يا سكاي، سأرسل مساعدة. مارشل، رابل، تقدم وأبعد البطة عن الطريق. هيا هيا هيا. مارشل، ها هم. تحركوا أيها الصغار. وو، مدفعوا الماء. نجحت. انتظر، إذا استمر وحش الخردة في التحرك سيتجه مباشرة إلى الخليج أوسكار بداخله. زوما، استخدم عربة التزلج لإيقاف أوسكار. حالاً. أو تزلج الطريق. سننقذك يا صاحبي. أو تثبيت الشريط. حسناً، سأجد ذلك القمر. رف، الطائرة. هل تسمعني؟ من رايدر إلى تشيس، حدد موقعك، أين أنت؟ أنا على الشاطئ يا رايدر، أنتظر القمر. إنه أمامي الآن. حول، ابدأ الآن. استخدم الطائرة لإبطاء سقوط القمر الصناعي. علم ذلك يا رايدر. كيف حال الإصلاح يا روكي؟ تقنية معقدة يا رايدر، سأحتاج المزيد من الوقت. من رايدر إلى آل، الآن أخرج إلى الصحراء بأسرع ما يمكن. علينا أن نقوم بحفظ القمر وجميع أجهزته. تعتمد اتصالات خليج المغامرة على ذلك. اطمئن تماماً يا رايدر. تفعيل ذراع المخلب. هل تسمعني؟ أقوم بضخ فواصل على القمر لكنه يسقط بسرعة يا رايدر. إذا كان بإمكانك توجيه القمر نحو الصحراء فلدي خطة لمحاولة حفظه. إنها حمولة ثقيلة لكنني سوف أحاول. أعدت تشغيله. يبحث عن القمر الصناعي لإرسال رسائل. رايدر، القمر يتجه إليك والطائرة لا يمكنها أن تصمد. آل، حان الوقت للمخلب الكبير ليحقق صيداً كبيراً. سعيد بهذه اللحظة. هذا يعني أنني سأسرع. أمسكتك. كان وشيكاً. صيد جيد. عمل رائع يا شراء، لكن علينا اكتشاف طريقة ما لإعادة القمر إلى المدار. سنحتاج إلى صاروخ كبير أو الكثير من الماء كلعبة صواريخ المياه، تتذكرون؟ فكرة عظيمة يا روكي، ولكن ترى أين سنجد الماء هنا؟ في الصحراء. أعرف. هل تسمعني يا مارشل ورابل؟ سنحفر ممراً لكي ندفعها بالمياه. انطلاق مجرفة الجرو. أتمنى أن أحفر مثله. حان الوقت لبعض الطاقة المائية. القمر الصناعي جاهز. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1.